بعد وصول لقاح التطعيم ضد مرض شلل الأطفال هنا إلى شمال قطاع غزة، والذي انتشر مؤخرا جراء سوء التغذية وانتشار الأمراض والأوبئة. نرصد لكم المشهد أمامكم من داخل إحدى خيام النازحين داخل مراكز الإيواء في شمال القطاع، وقد يتجمع الأهالي والأطفال لتلقي هذا العلاج، يعني بعد أن أصيب عدد كبير من الأطفال جراء انتشار الأمراض، كون أن هذا المرض هو الذي يطفو على السطح وهو الأكثر خطورة، قد يؤثر على حياة الأطفال. عند وين بلشنا؟ هنا اللي يعني. لا. انطلقت حملة تطعيم شلل الأطفال ضد شلل الأطفال في شمال قطاع غزة بعد معاناة شديدة جدا، بعد يعني وعود طويلة وبعد نداءات طويلة من العاملين في القطاع الصحي وخصوصا مستشفى كمال عدوان. نظرا للظروف المأساوية اللي بيعيشها شعبنا والتجمع الناس في مراكز الإيواء والازدحام الشديد وسوء طبعا الأحوال الشخصية وقلة النظافة، هذا أدى إلى اللي هو بداية ظهور اللي هو مرض شلل الأطفال. خلال الفترة الماضية كان كتير أمراض تنتشر بين الأطفال بسبب الحرب وبسبب الظروف اللي عايشين فيها، فإحنا اليوم إجينا علشان نعطيهم التطعيم هذا اللي ضد شلل الأطفال وضد أمراض كتيرة. إحنا جينا هنا اليوم نطعم الأطفال، هاي أولادي طبعا هم قبل هيك انصابوا بأمراض كتيرة، منها حساسية ومنها جدري ومنها أمراض كتيرة طبعا مش معروف لها أول من آخر. تستمر معاناة الأطفال في شمال قطاع غزة في ظل انتشار الأمراض والأوبئة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. نتحدث هنا عن وصول لقاح التطعيم والذي يعتبر المنقذ لحياة هؤلاء الأطفال في ظل استمرار ويلات الحصار والقصف الإسرائيلي. حمزة حماد، قناة الغد، شمال غزة.